بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. بغي في هذا الفيديو إن شاء الله نهضر على السي إن سي، على السي إف، على لي ريزولتا. دونك فيليسيتاسيون، مبروك عليكم إن شاء الله الناس اللي نجحوا. فوالا بخوميييغ باغتي، دونك نهضر على الناس اللي نجحوا. نبغي نبارك لكم، مبارك عليكم إن شاء الله، اللهم يسير والله يوفقكم في البقية ديال المشوار وفي المسائل اللي بقات لكم إن شاء الله. ده شيء جميل جدا. والمسائل اللي بغيت نركز عليها طبعا انه الواحد ينسب الفضل لله تبارك وتعالى، ان هذا النجاح وهذا التفوق ديالكم في الاقسام التحضيريه اللي هي واحد المرحله كما كنعرفوا كاملين. يعني انا شخصيا فت من هذا الباركور هذا ديال الكلاس بريباراتوار، سي با ايفيدون انه الواحد فوالا ينجح في هذا التحدي الكبير. فمبروك عليكم، مبارك عليكم ان شاء الله. الحمد لله، هذه المسألة اللي خص الواحد يركز عليها انه يحمد الله تبارك وتعالى، لان هذا النجاح قبل كل شيء اولا واخرا هو توفيق من الله تبارك وتعالى، ويعني فضل منه سبحانه وتعالى. فالواحد يحمد الله تعالى انه يسر ليه، حيتاش بزاف ديال الناس بحالكم داروا ربما الجهد وليفوغ والخدمة، خدموا اكثر منكم وداروا جهد اكثر منكم وتقاتلوا اكثر منكم، لكن انتم ما يسر لكم الله تعالى ونجحتم. هذا لا يعني ان الناس الاخرين يعني ما يستاهلوش او لا زعما كاينت ماشي اشكال، لا ابدا. غير كل واحد والمسار ديالو، كل واحد وشنو كيتيسر ليه، كل واحد والخير فين عنده الخير. فهنا الواحد خص يفهم هذه المسائل، ومع الوقت مع الواحد كيتقدم في الحياه الا وكيكتشف هذه الحكم هذه ديال الله تعالى في مجموعه ديال المسائل. فهنا هذه هي المساله الاولى، الناس اللي نجحوا كما ذكرت يعني الواحد يحمد الله تعالى ويشكر الله تعالى بالعبادة والطاعة وبالشكر بمختلف أنواع العبادات والطاعات. هذه مسألة. المسألة الثانية نبغي نذكركم بأنه المسار ما كينتهيش هنا، يعني ما كنكونوا في واحد السباق، فالعداء كيستمر يعني في بالعكس في الامتار الاخيره، لما كيكون بقى لي واحد الوقت اللي قليل وواحد المسافه اللي قليله، تما عاد كيزيد جاد وكي اكسيليغي مزيان. فهنا ما نبغيكمش تطيحوا في ليغور انه فوالا غير ادميسيبل في سي ان سي وصافي، يعني صافي تلاشي وما تبريباريش لا بروميير ايتاب، حيتاش كاين ناس جو كوني دي جون لي فوالا وصلوا لحد هاد ليتاب كانوا ادميسيبل، مي ما جات جاو لي ريزولتا فينو يعني ابخي لو باساج ديال تي بي او، فما كانوش ادمي. لو بروبليم هو انه ربما ما جابوش مزيان اي نوت اللي مزيانه في سي ان سي، وكذلك تي بي او ربما كاين اللي موجودش تي بي او مزيان، ما عطاش ديك الاهميه الكبيره. فهنا انتم في الامطار الاخيره هنا اكسيليغيو مزيان وخدموا مزيان لو بروجي دو تي بي او. هاد لو بروجي هذا سي ان بروجي اللي فوالا فيه ميدار، ومازال باقي لكم ايام باش تبريباريو سورتو في لا فاز دو بريباراسيون، الواحد كيفاش يبريباري ليبروف اورال. وهنا على فكره دونك عندنا انفورماسيون لي كومبليت في هذا لو سونس، دونك سي انفورماسيون اون فادير ان بروغرام بور لا بريباراسيون دو ليبروف اورال. دونك سي ان بروغرام كي اي اون فادير فورمي بار 5 فورماسيون، كل ما يتعلق بلا بسيكولوجي، كل ما يتعلق بلي كيسيون كلاسيك ديال جوري، كل ما يتعلق بلي روتور ديكسبيريونس، حيتاش فوالا كوم فو سافي دونك اون ا يون سكول دونك كي تان اورغانيزم دو فورماسيون. Et donc, on organise chaque année des formations pour les classes préparatoires, que ce soit TPE, que ce soit la physique, ou des stages d'été, ou des choses qui sont les gens qui ont fait les prépa, pour qu'ils foutent de la période. Moi, personnellement, donc j'ai passé par les classes préparatoires, j'ai intégré après l'école d'ingénieur, donc je suis donc diplômé donc ingénieur d'État, et puis j'ai fait plusieurs projets d'entrepreneuriat aussi, de formation professionnelle. Et donc une school, donc on va dire c'est une plateforme, donc c'est une solution باش نبارطاجيو مع الناس و سورتو الناس ديال البريبا كل ما يتعلق ب on va dire بلي سوكري ديال النجاح في كاع لي زيتاب. دونك ف نو باراتي الناس اللي انتريسي بهاد لا فورماسيون بيان سور، بهاد لو بروغرام دو فورماسيون كما ذكرت لكم اللي متعلق بلا بسيكولوجي، ربما نهضروا عليه في اون اوتر فيديو ابار، متعلق بيان سور ب اون فادير بلي كيسيون كلاسيك، في كذلك ان سيمولاسيون دونتروتيان، سيمولاسيون ريال، وهذه مهمه ان الواحد يديرها، ان سانفلو على لا بسيكولوجي كيفاش كدوز دونك قدام جوري. دونك فوالا يعني الى بغيت نختصر، ركزوا على التي بي بواحد الشكل كبير، عطيو ان ايفور وعرفوا بان التي بي راه شي حاجه اللي كتبريبار، وممكن اي ساعه دوزتيها في لا بريباراسيون دي تي بي ممكن دير الفرق. ف
فانا انتبه بانه راه فوالا ماشي يعني قطعت الواد وساليت وصافي، لا ابدا، بقى لكم ان ايطاب خصك تفيناليزي وافيناليزي. دونك هادو هما المسائل اللي نقدر نهضر عليهم بالنسبه للناس اللي ينجحوا. يعني المساله اللي فينالمون اللي خصك تركز عليها في هذه البيريود هذه هي المساله ديال تي بي او. داكوغ. بالنسبه مالوغوزمون بالنسبه للناس اللي مالوغوزمون او لا اوروزمون، الناس اللي ما نجحوش ما تيسجلش لهم نجاح، فاللي بغي نقول لكم بانه لعله خير، الخير فيما اختاره الله تعالى. والايه الكريمه الله سبحانه وتعالى كيقول في القران الكريم: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فالانسان المؤمن، الانسان المسلم طبعا عنده هذا اليقين في الله سبحانه وتعالى، خصوصا الانسان ما كيكون انسان تقي، انسان كيصلي، انسان اللي كيخاف الله تبارك وتعالى وكيدير ان ايفور، كيتقاتل. كاين ناس توصلوا معايا بيان سور في اون بريفي، الناس اللي داروا ان غون ايفور مي ما تيسرش، لعله خير. واحد كيفهم الايمان، الايمان امل وعزاء، الايمان امل وعزاء، بمعنى انه عندك واحد الامل في الحياه، عندك واحد يعني واحد التفاؤل بالخير بانه ماشي نهايه العالم. اون فان كونت ماشي نهايه العالم انك ما نجحتيش في سي ان سي ولا ما نجحتيش في سي اف، كاين فرص كثيره، كاين دوطخ زوبورتينيتي، ممكن دير 5 دومي، ممكن دير 7 دومي، ممكن دير اين ايكول اين اوتر ايكول، ممكن دير ان اوتر باركور وتنجح فيه عادي جدا. المساله ديال انك ما تنجحش في شي مسار درتيه وشي اختيار، هذه مساله عادي، وخص الواحد يولفها، خص الواحد يولفها بانه ماشي نهايه العالم. فالإنسان المؤمن يحاول أنه يستحضر هذه المعاني بأنه لعله خير، خير فيما اختاره الله. المسألة الثانية: الخير فيما اختاره الله. أي حاجة يعني راه كتوقع لك إلا وفيها في واحد الخير، لكن هذا الخير ربما ما كيبانش، خير يعني غير ظاهر، الظاهر ديال الأمر، الظاهر ديال داك الشيء اللي وقع لنا أنه شر، بأنه خسارة، بأنه فشل، ولكن هو يخفي الداخل ديالو. كاين مسائل اللي ما كنعرفوهاش في الآية، كما يعني ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى مطلع، ولو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم إلا خيرا. فهنا الواحد يبدأ يفهم الحكم من وراء المسائل اللي كتحصل معاه، في مشاكل، في تحديات، في ابتلاءات. كاين طبعا كاين تما حكم، وكاين تما يعني أحيانا المحنة كتكون منحة، كتكون منحة وكتكون نعمة. فالواحد يفهم بأنه، تخيل بأنه السيناريو الآخر، بأنه لو أنك نجحتي مثلا، نجحتي في سي ان سي، نجحتي وربما مثلا درتي واحد الاختيار، درتي واحد التخصص، ربما هذاك التخصص نجحتي فيه، مشيتي فيه حتى لافان، لكن اون فان كونت في الكارير ديالك وقع لك شي بروبليم، أي بروبليم في الخدمة ديالك، في شي حادث، شي أي شيء. فالواحد ما يفهمش، يعني ضروري فوالا يتخيل السيناريوهات اللي كان ممكن توقع وكانت سيئة جدا، وبأن هذا الباب أغلق عليك إلا وأنه راه من بعده شر حفظك الله منه وبعد الله عليك. فهكا نفهموا المسائل، نفهموها بواحد اليقين، بواحد التسليم لله تعالى. وهذه من جهة، طبعا من جهة الإيمان أمل وعزاء. أمل، عندك أمل، مثلا كاين أمل في الحياة، كاين أمل في الله تبارك وتعالى، وامل بانه غادي تيسر لك الامور في مسائل اخرى. فقط كن انسان تقي، كن انسان كتوكل على الله تبارك وتعالى، انسان مسلم مؤمن، كتعتز بالدين ديالك وكتفهم الدين ديالك مزيان وكتبحث في الدين ديالك. هذا هو اهم شيء، انه تكون عندك واحد العقيده قويه، فهذا الشيء غادي يعاونك في اي تحدي غادي تفوت منه. هذه من جهه. من الجهه الاخرى اللي بغيك، المساله اللي نوصيك بها، بانه استمر، فوالا كيب جوين، شوف شنو تقدر دير من بعد. حاليا دونك هادشي صافي، سي وقع وقع اللي وقع. والمساله اللي نشير ليها بانه احنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى يسر معنا، احنا مسؤولين فقط على الاسباب، على الاسباب وعلى ليفور اللي كنديرو، اما النتائج فهي بيد الله. فما قلنا انتم تبارك الله كتقراو المات وقريتو لي ماتيماتيك، هاد المساله ديال انك كدير واحد الاسباب معينه اللي وصلت ناس انهم نجحوا، هذا ما كيعنيش انه كاين استلزام دائم، كاينش التزام دائم، لان الله تعالى هو اللي كيتحكم في هذه الاسباب. واش هذه الاسباب غتخدم ولا ما غاديش تخدم؟ الله تعالى هو اللي كيتحكم في كل شيء. فبالتالي انت مسؤول فقط على الاسباب. الاسباب خصها تكون وفق الشرع، ما خصش يكون فيها محرمات، ما خصش يكون فيها اي شيء يخالف الشرع ديال الله تبارك وتعالى، خص تكون اسباب حلال طيب، ومطلوب منك انك تجتهد وتحرص على الاتقان وتحرص على البذل وتحرص على اشياء كثيره. لكن النتائج
ما كانش انا ودرتي اسباب كما ينبغي وكل شيء، يعني النتيجه راه مباشره. لا ابدا، لا ابدا، الله تعالى هو الذي يتحكم في الاسباب، هو الذي يتحكم في الاسباب. ففي القصه ديال سيدنا ابراهيم مثلا، لما اراد القوم ديالو انهم يحرقوهم ديك النار، فالله تعالى شاء ان ديك النار ما تحرقوش. في الاصل ان النار كتحرق، يعني النار كسبب والنتيجه هي انها كتحرق، لكن الله تعالى هو سبحانه وتعالى يتحكم في الاسباب، يتحكم في الكون، يسير مسبب الاسباب. هذه معاني مهمه جدا، ومسبب الاسباب وهو اللي هو الذي يتحكم في الاسباب. فشاء الله تعالى ان ذاك السبب ما يخدمش، فولات سبحات ان النار اللي في الاصل كتعطينا نتيجه ديال الاحراق ولات ما كتحرقش، لان الله تعالى هو اللي كيتحكم في الاسباب، هل تعمل ام لا تعمل. هذه مساله مهمه، فبالتالي احنا مسؤولين فقط على الاسباب، انها تكون اسباب شرعيه، اسباب وفق ما يعني شرعه الله تبارك وتعالى، واسباب حلال، واسباب اللي تكون بجد وباجتهاد، ويعني الواحد يبذل المجهود ديالو الاكبر، يعني اقصى ما عنده، ثم بالنسبه للنتيجه الواحد يدعي الله تعالى، يعني الواحد يكثر من الدعاء. علاش حنا عندنا الدعاء؟ عندنا المعاني الغيبيه، المعاني الربانيه، حيتاش الاسباب غير مضمونه، اسباب غير مضمونه. فالمساله وما فيها بانه النتائج غير مسؤولين عليها، النتائج كندعيو الله تعالى انه ييسرنا فيها، وكذلك كنطلب الله تعالى التوفيق، وكنطلب الله تعالى يختار لنا، كنطلب الله تعالى يختار لنا. حيتاش حنا احيانا كنعتقد واحد الامر في يعني كيبان لنا هو النجاح، هو الخير، هو، لكن ما كيكونش خير، لان حنا النظره ديالنا قاصره، وبحكم المحدوديه ديالنا، بحكم اننا ليميتي، ما عندناش دي كاباسيتي انفيني، يعني احنا فيني اون تيرم دو تو، فبالتالي ما عندناش ديك النظره، ديك الاحاطه. فكنطلب الله تعالى دائما، كنديروا الاسباب، ومع ذلك كنزيدوا الدعاء، وكنزيدوا التوكل على الله تعالى، وكنزيدوا التسليم لله تعالى، وكنزيدوا اننا كنطلب الله تعالى انه يختار لنا الخير، ويعاوننا على الاختيار، ويعاوننا على التسيير والتدبير ديال الامر. فهذه مساله مهمه اللي ذكرتها. ثم نرجعوا للمساله اللي كنت فيها، وهي المساله ديال مسألة طبعا ديال استمر، ديال كيب جوين. شوف المسألة الموالية، شوف شنو تقدر دير دابا، واش دير 5 دومي، واش دير 7 دومي، واش انك تبدل مثلا لو باركور كامل، ما هذا الباركور ربما غير مناسب، وعادي جدا انك تبدل وتبدا باركور جديد. حاليا ما شاء الله تقدم تكنولوجي، كاين حاليا ناس كيخدموا في الانترنت، كاين ناس كيديروا اي كوميرس، كاين ناس كيخدموا في الانتيليجونس ارتيفيسيال، كاين مدارس ديال التكوين، كاين بزاف ديال المسائل ممكن ديرها. فالواحد يبدا يبحث، يحاول انه يقوم من هذا سميتو، اكيد ممكن يكون حزن، ممكن شيء عادي، لكن لا يكون مبالغ، ولا يكون انه كانه نهايه العالم، لا ابدا. خذ امور بتسليم وبرضا، والله تبارك وتعالى اطلب منه كذلك، الله تعالى انه يقدرك على انك تفوت هذه المرحله بسلام باذن الله تعالى. فاستمر، شوف شنو تقدر دير من بعد، وشوف المسائل اللي كاينه، شوف درس الموضوع، عاود النظر في كاع لو سيستيم، واش انت هذا لو سيستيم مناسب ليك، ديال لي كلاس بريباراتوار، او لا ربما كاين طريق اخرى مختصره، ربما تقدر ترجع خطوه يعني للخلف وتقدم خطوتين، يعني لا باس ابدا انك ترجع لواحد الخطوه، ولا في واحد المرحله واحد الدرجات تراتيها، سي با غراف، سي با غراف. المهم هو انك تكون صادق، تكون عندك نيه صالحه ونيه صادقه، وتكون انك تبتغي وجه الله تعالى من هذا الشيء كامل، هذه الخدمه وهذا العمل وهذه الدراسه كلها لله تعالى. الله سبحانه وتعالى كيقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. فالدراسة ديالك، العمل ديالك، كل شيء لله، وفقط يجب أن تستحضر النية، وممكن تأخذ أجور عظيمة جدا. فهذا الشيء اللي كاين، المسألة هذو هما المسائل اللي بغيت نظر عليها، نظر مع الناس اللي نجحوا، ومع الناس اللي ما نجحوش كذلك، وكل فيه خير، كله خير إن شاء الله تعالى. الله تعالى يسهل لكم الناس اللي انتريسي بيان سور بلا فورماسيون ولا بلو بروغرام دو فورماسيون ديال تي بي او، دونك اوني لا ان شاء الله بور فو زيدي. دونك غادي نخلي لكم بيان سور الروابط ديال التواصل في الوصف ديال الفيديو. ما تنساوش بيان سور تشتركوا في القناة، ولا تفعلوا الجرس ديال التنبيهات باش توصلوا كاع لي فيديو، كاع سميتو المسائل اللي متعلقة بيان سور بلي كلاس بريباراتوار. ثم المسألة الأخرى، كتعرفوا ناس انتريسي بيان سور بان ستاج دي تي باغ اكزومبل من سوبسبي، أو الناس اللي ربما
داخلين من البكالوريا بغاو يديروا لي كلاس بريباراتوار. دونك هنا في هذا لوكا كنخدموا بيان سور، عندنا دي بروغرام دو فورماسيون لينا اكتشفنا لينا. انا كنخدم حاليا تقريبا هذه 3 4 سنوات مع الناس ديال لي كلاس بريباراتوار، واكتشفت مجموعه ديال القواعد في هذا السونس. هو كاين ان مونك دو ميثود، الناس اللي كيعرف عندهم اي ميثود دو ترافاي، اي ميثود دو ترافاي ديال لي ماتيماتيك، ديال لا فيزيك، ديال تي بي او، اي ميثود دو ترافاي. فالناس اللي بيان سور كتكون عندهم هاد لا ميثود هادي وهاد لا ميثودولوجي دو ترافاي كيقدروا يانفونسيو بواحد الشكل كبير، ابار التكنيك وابار لي شوز لابار لي كالكول. وهذا لا ميثود، ميثود المنهجيه ديال العمل، وانه يكون عندك واحد العمل منهجي، هذه عندها واحد الاثر كبير جدا. فلذلك حنا كنكثروا من هذه لي فورماسيون، لان عندهم لقينا بانهم عندهم واحد الدور كبير وعطاو دي ريزولتا الحمد لله، كو في لي ماتيماتيك او في لوتر ماتيار. والحمد لله كذلك يعني في هذه المناسبه يعني ديال الاعلان عن النتائج، تواصلوا معنا بزاف ديال الناس اللي الحمد لله استفدوا من لي فورماسيون، دونك وجهوا لنا كلمات شكر. بزاف ديال الناس ما شاء الله خدمنا معاهم وجناهم عاوناهم، الحمد لله كانوا لي ريزولتا كانوا رائعين. وان شاء الله نفرحوا معكم في دوطخ في دوطخ ريوشيت ان شاء الله، كو سوسوا في تي بي او في لو كلاسمون ديالكم تجيو ان تري بون كلاسمون، او لا كذلك حتى في لي زيكول دانجينيور. دونك يون سكول كذلك دير دي فورماسيون بالنسبه للناس اللي بغاو انتيغري لي زيكول دانجينيور. دونك نورمالمون يون سكول اون فا دير سي ان اورغانيزم اللي كيحرص على انه فوالا يكون عنده واحد الاحاطه بكاع لي زيتاب ديال لي زوتي ديالكم، يعني في جميع المراحل ان شاء الله. فهاد الشيء اللي كان ممكن بيان سور تريكومونديو هاد لي فورماسيون، هاد لي بروغرام، كو سوا دو تي بي او، كو سوا دو فيزيك، دي ستاج دي تي، او حتى دي كونساي. لينا كنقدمو كذلك استشارات، وكنقدمو كذلك دي سيميلاسيون دونتروتيان، الناس اللي عندهم استشارات في اي مجال متعلق بيان سور بليزيتود، فا اون اي لا بور فو زيدي ان شاء الله. هاد الشيء اللي كنتمنى تكون هاد لا فيديو استفدتو منها ان شاء الله. خليو لينا في لي كومونتير الا كان عندكم دي كيسيون، تواصلوا معنا الا كان عندكم دي بيزوان. فاحنا هنا ان شاء الله، وكتذكير واحد يتوكل على الله تبارك وتعالى ويطلب الله تعالى انه ييسر ليه، لان في نهايه المطاف التوفيق والعون وال يعني النجاح هو من الله تعالى، رزق من الله تعالى. والواحد دائما ما ينسبش راسه، ما يقولش انا ان فوا تقول انا غادي تخسر، ان فوا تقول انا غادي تفشل في كل شيء، لكن ما كتقول الله تبارك وتعالى كتقول بانه الله هو اللي عاونك، هو اللي يسر ليك، هو اللي يسخر ليك. هذه المعاني مهمه جدا، الواحد دائما انه خصو يكون كيستحضرها وكيستحضر هاد النعم هادي. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. يعني اي نجاح، اي تفوق، ماشي فقط داك الاسباب وداك الصهير وداك هادي، اكيد عندها الاهمية ديالها وعندها سميتو، لكن كاين التوفيق ديال الله، وكاين ان الله تعالى هو اللي يسلك باش ان دوك الاسباب خدمات وعطات ان ريزولتا. ف واصلا حتى ديك الاسباب الله تعالى هو اللي يسرها لك، هو اللي يعطيك الصحه، هو اللي يعطيك القوه والقدره والاراده والعزيمه باش انك دير دوك الاسباب. فالفضل كله لله تعالى، والانسان سواء نجح سواء ما نجحش، سواء وصل داك الشيء اللي بغاه سواء مازال ما وصلش، سواء في الطريق اي شيء في اي مرحله، احمد الله تعالى وكون في واحد الصله اللي تكون صله ديال العباده مع الله تبارك وتعالى. حافظ على الصلوات ديالك، حافظ على الاذكار ديالك، حافظ على العلاقه ديالك مع الله سبحانه وتعالى، لان هذه هي مصدر السعاده اللي ربما في حاله الفشل، في حاله ما نجحتيش، في حاله وقعوا لك مشاكل، اشياء كثيره، فقط كاينه فقط هذه العلاقه مع الله تبارك وتعالى اللي تقدر تعطيك هذه القوه وهذه العزيمه وهذا الصبر باش انك تتجاوز باذن الله تعالى جميع المسائل. وما تنساوش بان احنا ما غاديش نعيشوا فقط مره واحده كما يقول البعض، لا ابدا، سنعيش مرتين، والله تعالى عنده التعويض، يعوض المؤمنين، يعوض المسلمين في مسائل كثيره ما جبتيش فيها هذه، ممكن تشوف حاجات اخرين، يعني كاين مساكين تعويض في الدنيا وفي الاخره. فهذا الشيء اللي كان، لا تنسونا من صالح دعائكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.